حياكم الله. مرحلة الاعتماد على المدارس الأجنبية توقفت، والبديل المحلي أمام تحديات ومجازفة صعبة. مشاهدينا، حلقتنا اليوم مخصصة عن فرصة العراق الضئيلة في انتزاع المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى من المرحلة النهائية لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر، حيث يجب علينا الفوز على الإمارات وسوريا بشرط تعثر الإمارات أمام كوريا الجنوبية ولبنان أمام سوريا أو إيران. وتظهر هنا التساؤلات: هل العودة للمدرب المحلي في قيادة المنتخب هي خطوة فعالة لمصلحة المنتخب أم حلول وقتية؟ وهل يعتبر التوقيت مثالياً فيما تبقى لنا من مواجهتين ناريتين؟ ومع شهد، هل سيستمر الغبن والإجحاف بحق لاعبينا المحترفين؟ وفي ظل كل هذه التحديات، هل سيتمكن من استعادة ثقة الجماهير والإعلام وهو يقود المنتخب للمرة الثانية بعد مهمة 2016؟ هذه المحاور وتلك الاستفهامات سنناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مع فقراتنا لهذا اليوم، والتي نستهلها مع خبر افتتاح النصب التذكاري للنجم الراحل أحمد راضي رحمه الله، وهو يزين سماء بغداد وتحديدا في باحة مدخل ملعب الشعب الدولي، وبحضور رسمي لعدد من المسؤولين يتقدمهم وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعدد من نجوم الكرة السابقين، بالإضافة إلى عائلة النجم الراحل أحمد راضي. وشهد الافتتاح الرسمي حضورا جماهيريا كبيرا، وابتدأ الافتتاح بقراءة سورة الفاتحة للراحل واستذكار لمسيرة النجم الفقيد. ويخلد النصب مسيرة النجم أحمد راضي الذي يعد واحدا من أبرز أساطير الكرة العراقية، والذي طالما ما أبدع وتفنن وتألق في الملعب الأثير استاد الشعب ليكون رمزا شامخا سوف تتذكره الأجيال على مر العصور. اللهم الرحمة والغفران لأبو فيصل أحمد راضي. مشاهدينا، التداعيات التي رافقت مسيرة المنتخب بالتصفيات الحاسمة والأخيرة وما آل إليه المستوى الفني العام من تراجع وضعف خطير، جعلت الأصوات ترتفع ويزداد الهمس والكلام بالمطالبة بإقالة بيتروفيتش والبحث عن مدرب بديل، لنشهد مؤخرا تلبية فعالة للمطالبات بإعلان تسمية مدرب محلي جديد لتدريب منتخب أسود الرافدين فيما تبقى لنا من مواجهتين. تفاصيل أكثر في التقرير التالي، نتابع. بعد اللتي واللتية عدنا مجددا للمدرب الوطني، ونتمنى أن يكون العود أحمد. فلم تنفعنا خبرة أدفوكاد ولم يختن بيتروفيتش فرصته لنجد ضالتنا بالمحلي شهد.
نعم، النتائج هكذا كانت تشير، ما بين خسارة وتعادل وضعت فريقنا قبل الأخير، فتعالت أصوات الجماهير ليضيق الخناق على الاتحاد ويلجأ مجبرا إلى التغيير. بعيدا عن الحسابات وتعقيدات البطاقة الثالثة، منتخبنا مطالب بالثورة على الذات، مواجهتان قد تعيد الثقة بالفريق فنحن لها، والآمال ستبدأ بمواجهة الإمارات، فالغني شهد قادر على لملمة الأوراق، ومهما تعثرنا يبقى مرعبا اسم العراق. أول الغيث قطرة، فثقتنا بكم كبيرة، ونعي أنكم رجال والغيرة ورثتموها بالفطرة. نتطلع لبداية جديدة، فما زلنا نراهن على ذلك الضوء في نهاية النفق المظلم. هكذا علمتنا الحياة، ننهض بعد كل كبوة، فلملموا جراحاتكم وثقوا بقدراتكم، فأنتم أسود الرافدين، وإن قست عليكم الظروف فلن تثلمكم هذه القسوة. لا يقلقنا عامل الزمن، فالمدرب ابن هذا البلد يعي جيدا من أنتم ويعرف كيف يرسم خارطة الطريق، فشهد خبير متمرس ولن يتأثر بتلك التفاصيل السابقة، ويراهن دائما على وحدة الفريق. أما الإعلام فدعواتنا صادقة أن يكون سلاحكم، لا أن تكون الفوهة الموجهة إليكم، فهذا فجر جديد لا تنكيل ولا وعيد، ونريد طرحا سديدا علنا نستعيد مجدنا التليد. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن عدة محاور ومنها عودة اتحاد الكرة للورقة المحلية بعدما كان الاعتماد كليا على المدارس الأجنبية في قيادة المنتخب، وفرصة منتخبنا الوطني في انتزاع المركز الثالث للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر. ينضم إلينا عبر السكايب من العاصمة القطرية الدوحة اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي في الأندية القطرية سعد عبد الرحيم. أهلا وسهلا بك كابتن في صدى. حياك الله كابتن بلال، وسعيد جدا بالتواجد معك مرة ثانية، وتحياتي أيضا للعاملين خلف الكاميرا. حيا الله من قال، مشتاقين لك وعساك بخير وسلامة. الله يخليك، مشتاق لك أكثر حبيبي. كابتن، بالتأكيد يعني بوجود حضرتك نتذكر الأداء العالي لخط هجوم فريق الزوراء الذي كنت يعني حضرتك أحد نجومه في ثمانينات القرن الماضي. لذلك يعني سأبدأ مع أحد القامات الرياضية وهو الأسطورة أحمد راضي رحمه الله، نجم طبعا المنتخب ونادي الزوراء. كيف تلقيت خبر افتتاح النصب التذكاري لمسيرة النجم الفقيد؟ الحقيقة أستاذ بلال، يعني احنا قبل ما يعني نخوض في تفاصيل النصب، يفترض انه احنا نذكر انه المرحوم الكابتن أحمد راضي يعني مثل قيمة رياضية وقامة اجتماعية كبيرة في المجتمع العراقي، وكان ايضا رمز وموديل ونموذج لكثير من اللاعبين الصغار والشباب انه دائما يقتدون به في امكانياته الفنية وايضا باخلاقه العالية. كان شخص منضبط أخلاقيا وسلوكيا خارج الملعب وداخل الملعب، وأيضا اقترنت حياته دائما بالإنجازات اللي رفعت علم العراق عاليا في المحافل الدولية والعربية والإقليمية والخليجية. الحقيقة دائما الدول هي تفتخر في رموزها، ليس فقط على الصعيد الرياضي وأيضا على الصعيد الثقافي والأدبي والتاريخي وكل في يعني مجالات الحياة. أحمد راضي يمثل رمز، وحقيقة يعني هذا أقل ما يمكن أن نقدم لهذا الشخص، النصب التذكاري للكابتن المرحوم أحمد راضي، اللي أعتقد سوف كل من يمر من هذا المكان ومن ملعب الشعب سوف يستذكرون روحه الطيبة، وأيضا سيستذكرون تاريخه وإنجازاته وأخلاقه على المستطيل الأخضر. طيب كابتن، يعني أريد أعرف ما هي أبرز الذكريات التي تحتفظ بها بمسيرتك وأنت تزامل الراحل أحمد راضي، يعني تتذكرها اليوم وأنت تنظر بهذا التمثال؟ الحقيقة يعني على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي، يعني كابتن أحمد كان يتمتع، المرحوم أحمد راضي ربي يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، يعني كان شخص يعني حقيقة يعني خفيف الظل، كان يتمتع بروح المرح وبالشفافية العالية
وكان يعني تأنس وتستأنس لما تكون بجانبه وتسمع إلى حديثه وكلامه في كل مناحي الحياة. على المستوى الفني طبعا كان يشكل فارق كبير في المباريات، وكثير من المباريات كان إنه سند في يعني الخروج بنتيجة المباراة والحصول على النقاط الثلاث من المباراة. يعني حقيقة أمور كثيرة يعني يمكن ما يسع البرنامج إنه نستذكرها، لكن اللي نقدر نقول عليه إنه رب يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته ويجعل الجنة مثواه إن شاء الله. اللهم آمين. كابتن دعنا نتحول إلى محورنا الرئيس. أنت تعلم بعد فشل تجربة المدرب الأجنبي سواء يعني مع أدفوكات أو بيتروفيتش، هل تجد حضرتك أن العودة للمدرب الوطني يعني هو حل مثالي؟ أستاذ بلال، أنت تعرف وأنت شخص أيضا ضليع وخبير بالجوانب الرياضية والتاريخ الرياضي اللي مر به العراق، يعني على مستوى يعني سنوات سابقة وسابقة تدري احنا التعامل مع المدرب الأجنبي لم يستمر طويلا، يعني إذا تأخذ من فترة السبعينات ولحد يومك هذا يعني المدربين الأجانب ما كان لهم حضور قوي في النتائج والإنجازات. فمسألة أنه تغيير المدرب حقيقة يعني أنا في من وجهة نظري أعتبرها مسألة طبيعية في الوقت الحاضر، وطبعا عطفا على النتائج اللي قدموها والمستويات الفنية اللي قدموها المدربين الأجانب سواء من أدفوكات وزائدا بيتروفيتش لم تكن يعني ملبية لطموح الشارع الرياضي. فأعتقد أن الخيار بالنسبة للجوء إلى المدرب الوطني أعتقد هو يعني خيار لا بد منه، يعني ولو هو أتى في خلينا نقول في وقت يعني صعب ويعني متأخر. يفترض أنه بعد إقالة كاتانيتش يفترض أنه الاتحاد يفكر في مسألة أنه التعاقد مع مدرب وطني. طيب نعم. كابتن، باعتقادك هل يستطيع شهد لملمة أوراق الفريق وإعادة الثقة للاعبين؟ وهي نقطة مهمة. يعني من وجهة نظري أعتقد الفترة القليلة هي راح تشكل ضغط بالنسبة للمدرب، لأن تعرف أنت المدرب يحتاج دائما فسحة من الزمن لترجمة أفكاره وترسيخها في عقول اللاعبين وترجمتها على أرض الملعب. هذا واحد. الشيء الآخر أنه التغيير اللي حصل في اللاعبين أيضا هذا راح يشكل ضغط على المدرب. هو في فترة من الفترات السابقة يتعامل مع نوعية لاعبين كانوا قريبين على فكرة وفلسفته التدريبية وعلى منهجه واستراتيجيته في المباراة. طبعا هذا كل ما يكون اللاعب قريب على فكرة المدرب راح تختزل الوقت انت. لكن مثل ما تلاحظ ان تغييرات كثيرة حصلت على الهيكلية وايضا المنظومة اللاعبين، اعتقد هذا ايضا راح يشكل ضغط من خلال الوقت، لانه هو ما راح يستجمع اللاعبين اللي يكونوا قريبين على فكرة وفلسفته التدريبية. كابتن، يعني دائما ما يسقط الاتحاد بفخ الزمن، يعني أركز على 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 الزمن، هل ترى أن الوقت مناسبا يعني للتغيير؟ هو الأستاذ بلال، طبعا هو الوقت غير مناسب حقيقة، لكن إنه إحنا دائما نتعامل مثل ما نقول في الفرصة الأخيرة، دائما نتعامل إحنا يعني لما نكون تحت أمر واقع ما نبني استراتيجياتنا بصورة صحيحة. يعني أنت هذه المفروض الأفكار ومسألة عامل الوقت يفترض أنه أنت تستفاد من هذا في البداية من فترة إعدادك واستلامك ودخولك لمرحلة التصفيات. فإحنا ما نقدر نلوم أحد، لكن هي الظروف أيضا يعني خلت الاتحاد يقع تحت هذا المطب. كابتن، يعني عفوا للمقاطعة، لا تنسى حتى يعني الإمارات وسوريا لجأ للتغيير، تغيير المدربين اللي احنا يعني تنتظرنا مباراة مهمة امام الإمارات وايضا امام سوريا. المباراة بالنسبة للمنتخب السوري هي تحصيل حاصل، يعني لان هي اصلا فقدت الحظوظ بالنسبة للبطاقة الثالثة. المنتخب الإماراتي بالعكس، المنتخب الإماراتي لحد الان لا تزال حظوظه موجودة وأيضا يسعى ويقاتل في سبيل أن يحصل على البطاقة الثالثة. تغيير المدرب طبعا جاء نتيجة قرار شجاع من لجنة المنتخبات في الاتحاد الإماراتي، لأنه رفض المدرب المنتخب الإماراتي ماربك رفض أن يكون متواجد خلال هذه الفترة موجود في الإمارات، فلهذا اتخذوا قرار وأن يعتقد قرار صحيح وشجاع وقوي في سبيل أنه يعني واختاروا أيضا المدرب ترى هو عامل في الدوري الإماراتي ومدرب يعني عنده فكرة وعنده رؤية واضحة على اللاعبين المتواجدين.
فلهذا هم كانوا عازمين على أنه النتيجة المباراة القادمة مع المنتخب العراقي هي تكون مفصلية وحاسمة بالنسبة لتواجدهم في على البطاقة الثالثة وحصولهم على البطاقة الثالثة. طيب كابتن اسمح لنا أن نتابع ما قاله البعض من ذوي الشأن والاختصاص ولنا عودة، خليك ويانا. بالنسبة لتسمية المنتخب العراقي إلى الكادر المحلي المدرب كابتن غني، كل تقدير واحترام له. أنا كنت أتمنى بنهاية التسمية تأتي بعد بطولة العرب اللي ظهر بها المنتخب العراقي بشكل غير جيد غير لائق، وأكثر مرة أنا طالبت ومن خلال شاشات فاز بتغيير المدرب والاعتماد على المدرب المحلي، كون المدرب المحلي هو الأقرب إلى اللاعبين ولا دورينا. كابتن غني أكيد قريب على اللاعبين ويعرف يعني أكثر اللاعبين ومن يستحق المنتخب الوطني. رغم الفرصة قلت لك متأخرة، لكن لا تزال الفرصة سانحة أمام المنتخب العراقي من خلال مبارتين، وليس من الصعب بالفوز عليهم على فريق الإمارات وفريق سوريا، وإن شاء الله يكون هناك تغيير في تشكيلة المنتخب، وكل تغيير دائما للمدرب يكون تغيير إيجابي للمنتخب العراقي. أتمنى على الكادر التدريبي واللاعبين يكونوا في حسن ظنهم بين هذه المباراتين، هي الأمل الوحيد في الحصول على المركز الثالث والتأهل إلى الملحق. حقيقة مهمة صعبة ولكنها ليست بالمستحيلة. أعتقد أنه كإعلام كاتحاد كجماهير علينا أن ندعم السيد عبد الغني والكادر التدريبي، لأن التصدي لمهمة وطنية يعني يبدو أنه السيد عبد الغني شهد سيعمل بظروف صح استثنائية، لكن هنالك مساندة كبيرة من الإعلام من الجماهير، ونتوقع منه تحقيق نتيجة طيبة لما يمتلك الرجل من إمكانيات فنية وله تجارب ناجحة مع المنتخبات الوطنية. أهلا بك من جديد. الاتحاد كابتن أعلن مؤخرا عن نيته بتوقف الدوري في العاشر من الشهر المقبل، طبعا وذلك من أجل تحضيرات المنتخب. هل برأيك أن المعسكر سيعود بالفائدة على الفريق، لا سيما في غياب اللاعبين المحترفين الذين يلتحقون قبل المباريات الرسمية أعتقد بـ 72 ساعة؟ طبعا هو مسألة التوقف لأن المناسبة تستحق حقيقة أنه يفترض أنه الضحي من أجلها، هذا واحد. الشيء الآخر يعني أنت تعرف عبد الغني شهد، الكابتن عبد الغني شهد يحتاج أنه هو يلملم أوراقه، يحتاج أنه يرتب أيضا المنهجية والرزنامة بالنسبة لهذا المعسكر البسيط، يحتاج أنه يلتقي مع اللاعبين، يحتاج أنه يشرح فلسفته التدريبية وأيضا رؤيته في هذه المباراة. طبعا المشكلة أيضا مثل ما تفضلت أنت راح تقع هي يعني بعدم تواجد اللاعبين المحترفين أو المحترفين في خارج العراق، يعني هذه أيضا راح تشكل الضغط على الكادر التدريبي، وأيضا راح تشكل ضغط أيضا على العمل بصورة عامة. أنا أعتقد يعتبر العمل راح يكون ناقص، ما راح يكون كامل ومتكامل، لأنه أنت أيضا راح تتعامل مع اللاعبين المتواجدين، وأيضا جل اللاعبين يمكن اللي راح تختارهم أيضا راح تصير مسألة اختيار ومسألة استبعاد، أيضا راح تصير ما أعتقد راح تعطيك الجاهزية الكاملة بالنسبة لتواجد اللاعبين. لكن الأثر الكبير أنا من وجهة نظري هو أيضا في غياب اللاعبين المحترفين راح يلقي بظلالة أيضا على شكل وأسلوب الفريق، وأيضا التعامل ومسألة التواصل ما بين المدرب وأيضا واللاعبين. يعني احنا رجعنا على نفس المربع الاول، يعني اذا كان ادفوكات واذا كان ايضا بيتروفيتش ايضا مساله التواصل كانت مفقوده، وايضا راح تتكرر العمليه في نفس، ما راح يحصل شيء جديد انا في وجهه نظري. فعلا كابتن، يعني مثل ما تفضلت، يعني مثل ما تفضلت، ما هي الفائده من المعسكر يعني في ظل غياب المحترفين؟ يعني وهنا اريد اسال سؤال، هل تعتقد يعني ان يعني اللاعب المحترف قادر على التأقلم مع فكر المدرب الجديد يعني خلال 72 ساعة التي يعني يسمح بها الاتحاد الدولي؟ والله هو أستاذ بلال أنت تعرف يعني هي تعتمد على نوعية اللاعبين. نعم. دائما إذا أريد نتكلم اللاعبين على المستوى العالي طبعا مسألة التأقلم والأدابتيشن التطبع مع فكر المدرب أعتقد يكون بصورة سهلة وسلسة، لأنهم واصلين إلى فكر يعني متطور وأيضا يتعاملون مع دوريات على مستوى عالي. أما بالنسبة للاعبين أعتقد أنه
معظمهم يعني واغلب اللاعبين هم يعني حتى الاعمار بالنسبه للاعمار التدريبيه والعمر الزمني التدريبي مالتهم اعتقد قليل يعني ما هو واصل الى درجه الاحترافيه العاليه. وايضا حتى الدوريات اللي هم يلعبون فيها يعني كالدوري السويدي مثلا او الدنماركي او النرويجي يعني ما يصل يعني في مستوى يعني قد يمكن البعض ينتقدني او يوجه اللوم علي في هذا الكلام، لكن هو ايضا ما واصل للمستوى العالي. لكن الفروقات ما بينه والدوري العراقي اقول لك صح موجوده، لكن مساله التاقلم تحتاج الى لاعبين واصلين الى فكر والى مستوى فني عالي. اضافه الى ذلك انه مساله التواصل جدا مهمه، يفترض اللاعب يكون يعني متوافر ومتاح يعني للمدرب حتى يستطيع ان يترجم افكاره. جيد جدا. من بين احدى المؤشرات كابتن الملحوظه بالفتره الماضيه هي غياب الاستقرار في التشكيلة. حضرتك باعتقادك هل سينجح شهد في خلق يعني هوية للفريق من خلال تشكيل مستقر في ظل يعني الضائقة الزمنية؟ لا، أنا في من وجهة نظري، وهذا طبعا سؤال محوري ومفصلي، مسألة تشكيل الهوية وأيضا إعطاء الهوية والشخصية وللفريق اعتقد هذا ما تأتي من خلال مباراه ولا مباراتين ولا شهر وشهرين. هذا يحتاج يعني عمل كثير وعمل مستمر ومتواصل، انه كيف الكل اللاعبين والمدرب يتكلمون في لغه واحده، وهذا فشيء صعب. خلق الهويه والمنهجيه في العمل يحتاج لوقت طويل، فما انا ما اعتقد، لكن انا اعتقد انه العمل راح يتركز على انه كيف انه انت تتبع اسلوب هجومي وفي نفس الوقت تحافظ على توازنك الدفاعي، لأن أنت تعرف نتيجة المباراة مهمة، وأنت ما عندك غير أنه تفوز في هذه المباراة حتى تكون حظوظك موجودة ومتوافرة في الاستمرار في هذه التصفيات. فأعتقد الأسلوب الهجومي هو راح يكون الحل بالنسبة للمدرب، وأيضا في الحفاظ على التوازن الدفاعي. ما عندنا يعني بديل غير الأسلوب الهجومي مع طبعا عملية البالانس في التوازن الدفاعي. كابتن، مع بيتروفيتش لحق باللاعب المحترف ظلما كبيرا بحسب انطباعاتك للمشهد، كيف ترى فرصة المحترفين مع المدرب الوطني؟ احنا لاحظنا الفترة الأخيرة يظهر لنا لاعب بإمكانية جيدة، المباراة اللي بعدها نتوقع بأن يكون بالتشكيلة الرئيسية باحتياط، وأحيانا يلعب آخر دقائق يعني، فمع المدرب المحلي راح يعني رفع عن هذا اللاعب الظلم، اذا صح التعبير. هو الحقيقه مع بيتروفيتش كان يعني اداة منفذه، يعني كانت ما كان يعتمد على راي شخصي في تواجد اللاعبين، حتى بالنسبه للاعبين المحترفين يعني حسب ما عرفنا كان يملى عليه في اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني في تواجد ضمن التشكيل. هذا واحد. الشيء الآخر، سواء احنا تكلمنا على المدرب المواطن أو المدرب الأجنبي، في مسألة اللاعبين المحترفين ترى النقطة كلش مهمة، هي كيف يكون يعني المدرب متواصل مع اللاعبين، يفترض يكون على أرض الواقع. احنا كل اللي حاصل يعني هم أساسا اللاعبين المحترفين هم بعيدين يعني عن المدرب. أنا من وجهة نظري حتى بالنسبة مع الكابتن شهد ما راح تكون الحظوظ كبيرة بالنسبة للاعبين المحترفين في تواجدهم ضمن التشكيلة، قد يكون لاعب أو لاعبين يعني مو أكثر، لأنه دائما المدرب يعني يبني أفكاره ويبني أسلوبه واستراتيجيته على ما هو متاح ومتواجد أمام عينه، وهو يقدر يبني الموقف بالنسبة لي هل أنه هذا اللاعب ممكن أن ينفذ أو لا ينفذ الواجبات المناطة به. كابتن، يدور في الوسط الرياضي أن شهد فاتح بعض اللاعبين السابقين، وهنا وبحسب يعني قراءتك للموقف، هل في نيته العودة إلى الحرس القديم؟ وما يعني هي الفائدة أصلا من اللاعبين السابقين في حال تمت دعوتهم؟ هو الحقيقة الاتحاد العراقي اجتمع بالمدرب والكابتن شهد وأعطاه صلاحية كاملة في مسألة اختيار اللاعبين، سواء كانوا من اللاعبين اللي كانوا في فترات سابقة أو اللاعبين اللي كانوا في الهيكلية الجديدة بالنسبة لشكل الفريق العراقي. لكن هم أيضا اشترطوا عليه أنه المسائل في مسائل إدارية خاصة في مسائل اللاعبين متعلقة في اللاعبين، فإذا كانوا قادرين على حل
المشاكل الإدارية اللي خاصة بهم كان بها. أما إذا لم يستطيعوا حل هذه المشاكل فالمسألة صعبة، لكن هم في نفس الوقت تركوا الحرية بالنسبة للكابتن شهد في اختيار اللاعبين، سواء كانوا من اللاعبين مثل ما تفضلت الحرس القديم أو اللاعبين الجدد. لكن أنا في وجهة نظري المدرب يعني ما ينظر بهذه النظرة بالنسبة للعمل الفني، بقدر ما أنه هو دائما يبحث على اللاعب اللي ممكن أن يترجم أفكاره، واللاعب اللي يؤمن به المدرب أنه هو قادر على أنه يعطي العطاء الفني والمردود الفني في سبيل تحقيق النتائج الإيجابية بالنسبة للمباراة. أنت تعلم المنتخب عانى من ضغوطات إعلامية ومن السوشيال ميديا بشكل عام، يعني وجهة نظرك ما هي الطريقة المثلى لإعادة الثقة إلى اللاعبين وإبعادهم من الضغط الإعلامي؟ يعني حتى لا تقول إحنا ما ندعش على نفسنا وعلى زملائنا، يعني حتى لا تقول ننتقد بس الرياضيين. الحقيقة يعني والإعلام كله يعني من بداية استلام بيتروفيتش وبعد فترة أدفوكات وحتى في لما كان كاتانيتش موجود، هم طالبوا في المدرب المواطن والمدرب الوطني. والحين اللي اجى الوقت واستلم المدرب الوطني المهمة، فالكل اعتقد من وجهة نظري هو داعم للمدرب الوطني والكل هو ساند إليه في هذه المهمة، وإن شاء الله هذا الدعم وهذا الإسناد يأتي ويلقي بظلاله على نتائج المنتخب. يعني هذا السؤال مهم، هل تعتقد أن شهد قادر على الانتقال ثالثا من المجموعة الأولى في حال تأهلنا؟ هل يحسب نجاح للمدرب؟ وفي حال الفشل يعني لا سامح الله، هل يتحمل المسؤولية؟ والله هي مثل ما تعرف أستاذ بلال، هي يعني العملية صعبة جدا، يعني هي خلينا نقول هي تصب في اتجاهين، يعني إذا 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 لا سامح الله يعني الفشل أو عدم التوفيق، فأعتقد هذا راح تلقى في ظلاله على المدرب المواطن، يعني وأيضا الثقة راح تصبح يعني صعبة جدا ومعدومة في المدرب المواطن. لكن أيضا إذا تحققت النتائج الإيجابية أعتقد راح تكون هذه دعم وثقة بالنسبة للمدرب المواطن في الاستحقاقات القادمة. طيب كابتن، أعرف الاتصالات عليك هواية ومرتبط أنت، فحتى ما أخذ من وقتك الكثير، فأريد منك كلمة أخيرة مع شكري وتقديري واحترامي. الحقيقة يعني نأمل أنه المنتخب الوطني إن شاء الله في هذه المهمة أن يكون عنده حسن الظن، وأيضا يثبت المدرب الوطني كفاءته وإمكانياته في تواجده في المهمات الصعبة، وهي فرصة يعني حقيقة احنا كنا في مجموعة سهلة جدا، لكن لا تزال الفرصة ايضا مواتية في تحقيق النتائج الإيجابية ان شاء الله، وان يكون لنا حضور قوي في هذه المناسبة. وان شاء الله دائما يكون لك حضور مميز معنا، طبعا سعيد دائما ان تكون معنا في اي مناسبة. مرة اخرى اشكرك شكر جزيل، وان شاء الله التقيك في مناسبات اخرى. شكرا جزيلا كابتن. شكرا جزيلا لك وسعيد جدا في تواجدي معكم. مشاهدينا كان معنا عبر السكايب من العاصمة القطرية الدوحة اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي في الأندية القطرية سعد عبد الرحيم، شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. يقينا أن تدهور الوضع العام له تأثير حقيقي على الرياضة بشكل عام والكرة على وجه الخصوص. التكتلات والتسقيط والمحسوبية والضغوطات الخفية والصراع على المناصب هي مستمرة ولم تنتهي إلى يومنا هذا. بالتالي هذه المشاكل وتلك الأزمات لها انعكاسات سلبية على مستوى النتائج والمستوى الفني العام، وصولاً بالدرجة الأساس إلى غياب الحلول والثبات والارتقاء بالمستوى والاستقرار. على الموعد ألقاكم بإذن الله، هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.